هو طبعا انا عايز اقول بس يعني ببساطه شديده انه لا توجد مفاجآت بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي. بمعنى النادي الاهلي بيدار بشكل مؤسسي وبشكل يعني لا يترك مجال لقرارات تتخذ بالصدفه. فهناك دائما تفكير مسبق في ماذا سيحدث في المستقبل. فانا مش عايز حد يتصور ان مجلس اداره النادي الاهلي كان قاعد حاطط ايده على خدي مستني جوزيه يقول يا جماعه انا هقعد او مش هقعد. يعني شايف ان مجلس الاداره متحرك اساسا في الموضوع ده وفي قرار مسبق في دراسه لكل الاحتمالات. لدراسه لكل الاحتمالات لكل الاحتمالات. لا لكل الاحتمالات بما يعني بس ما تفضلش لغايه دلوقتي. لا طالما ان هو قرر دلوقتي انه يمشي يبقى النادي الاهلي كان واخد قرار انه جوزيه يمشي بالاتفاق معاه قبل ما يعلن الكلام ده بفتره طويله. تمام. انما اللي كان مأخرها هو ان النادي الاهلي ماشي في بطوله افريقيا. في ماتشات. يعني لو كانت لا قدر الله النادي الاهلي تعثر حتى في البدايه من شهر كان اعلن وكان مشي جوزيه برضه في نفس بنفس الشكل. فيعني هذا القرار كان متخذ لانه حتى الجانب المادي له جزء فيه يمكن اكتر من الجانب الفني. الجانب المادي في اطار توقف المسابقه وتوقف النشاط وتوقف الدخل وكلام من ده. فكل مجلس اداره بيبحث ايراداته ومصروفاته وهناك مصروفات باهظه جدا في وقت لا توجد فيه اضاءه وهتختل منظومه النادي كله بكل الرياضات اللي فيه بكل المدربين بكل يعني. فهي المساله القرار الاداري بيبقى ليه يعني اسانيد مختلفه جدا. تمام. فانا متصور انه مفيش مفاجاه وان هناك بدائل مطروحه امام مجلس اداره النادي الاهلي وهو بيدرس فيها من فتره. طب انت من وجهه نظرك الافضل في المرحله اللي داخل عليها الاهلي دلوقتي مصري ام اجنبي؟ هو المدربين المصريين المتاحين من ولاد النادي لازم ولاد النادي كلهم مرتبطين انما منهم من يصلح كثير منهم يصلح لكن ده نظريا لكن عمليا هم مرتبطين. فانا متصور انه هناك اكثر من يعني هناك كثره من المدربين الاجانب اللي على صله بالدوري المصري وعلى صله بالكره الافريقيه والكره المصريه. هناك كثره من الناس اللي هم على مستوى لا باس به مستوى جيد ويتمنوا العمل في النادي الاهلي. مش عايز اقول اسماء لكن هناك عدد كبير. يعني اذا انت حضرتك تفضل الاجنبي للاهلي؟ افضل الاجنبي لعدم تفرغ المدربين اولاد النادي. طب في مدربين اولاد النادي متفرغين يبقى الافضل المصري ولا الاجنبي؟ اولاد النادي كاتيجوريز درجات. اي ابن؟ لا ما هو اللي بيمسك الفريق الاول موضوع تاني. اصل اي ابن من ابناء النادي الاهلي مش بدون ذكر اسماء لو هو بيمرن مين وقلت له تعالى امسك النادي الاهلي هيسيب الدنيا كلها. هل هو وصل الى مستوى جدير بانه يتولى مسؤوليه مدير الفني للفريق الاول في النادي الاهلي؟ برضو ده يطرح هذا السؤال. انما هو في الطريق انه يبقى كده لكن هل هو وصل؟ اللي وصله في مستوى يليق بانه يمسك المدير الفني للفريق الاول في النادي الاهلي اللي وصله كلهم مرتبطين حاليا. ولا واحد منهم كنت فاكر مختار هنا طلع في سلطنه عمان. فيعني دول مرتبطين. طيب كابتن زكريا اجنبي ام مصري؟ لا المرحلة مرحلة عايزة أجنبي. احنا داخلين على بطولة أكيدة هي بطولة أفريقيا إن شاء الله. بطولة أفريقيا عرفنا أطرافها وعرفنا الجدول بتاعها ماشي إزاي بمواعيد بكل حاجة. تشيلسي الغاني البطولة دي مهمة جدا للنادي الأهلي لجماهيره لعودة النادي الأهلي للحصول على البطولة دي للعب في بطولة العالم للأندية. مظبوط. مفيش وقت غير شهر واحد. مزبوط. اللي هو من 6 يونيو مع بدايه التدريب لغايه المباراه الاولى فتره الاعداد الجديده شهر. في جزئين معيارين مهمين جدا. معيار مادي ايه البادجت بتاع النادي الاهلي في المدرب الاجنبي اللي هيجيبه لان ده هيحدد المدربين اللي ممكن يتم التفاوض معاهم. وعلى فكره بورصه المدربين كبيره جدا في اوروبا يعني اللي معروض اكتر من الطلب فبقى في شريحه كبيره جدا من مدارس مختلفه المهم اللي يتناسب معايا مدربين. فالاول بتشوف ماديا البادجت بتاع النادي الاهلي وده قرار بياخده النادي ثم معايير المدرب اللي يقود النادي الاهلي بحيث انه يملك من مواصفاته الشخصيه مؤهلاته
التدريبية وخبراته في مباريات ويا حبذا لو هي بطولات أفريقية، وبالتالي المعايير دي كلها بتتحط على الترابيزة وبيتاخد القرار. إنما لازم ننسى